زوار مساء الجهة الكرام، في هذه الحلقة الثانية التي نستضيف فيها أحد قيدومي تدبير الشأن المحلي بجماعة السدحية الزعير سي محمد بن الشيخ، حدد لو حدثتنا سيد الرئيس عن جماعة السدحية الزعير بين الأمس واليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. شكرا سيد مدير مساء الجهة على الاستضافة مرة ثانية. لا بد، تحدثنا في الحلقة السابقة على رؤساء سابقين وأعضاء، لا بد ما فيها باس ننور المشاهدين الكرام على أساس كانوا داز واحد العدد ديال الرؤساء، منهم مثلا الاخ الله يرحمه كان الحاج احمد العوفير، وما ادراك من الحاج احمد العوفير، الاخ بن الشيخ مبارك راه كلشي كيعرفوه معروف، اذا من بعد سي عمر، الحاج خربوش، عبد ربيه الساجد، هذا الرئيس اللي كاين دابا، عاود جا خربوش، عاود جا رشيد الحمري، عاود رشيد الحمري جا الساجد. حقيقة كان الرؤساء اللي كانوا سابقون السي الواقفي كانوا لا أعضاء ولا رؤساء، كانوا جبال، كانوا جبال بكل صراحة. ملي كنقول جبال ما كنقصوش من الأعضاء اللي كاينين دابا، كاين الجبال باقا حتى دابا الحمد لله، ولكن هذوك كانوا بدون استثناء، لأن عشتهم كنت معاهم في هذيك الحقبة، كانوا ناس كبار في السن، أميين، ولكن العضو عضو. راه الإنسان اللي كيعطيك الكلمة ديالو ولا كيقول شي كلمة راه كتعاوش، والحمد لله الحمد لله. ونهضروا على باش ما نهضروا على الحقبة هاد الأخرى من بعد خربوش الله يرحمه، من بعد خربوش دا رشيد الحمري. في الحقيقة رشيد الحمري ديك الساعة كنت أنا في الصف ديال المعارضة، مع العلم كنا كندير المعارضة، وكانت معارضة شرسة، رغم بعض الإخوان اللي مثلا عايروه وقالوا اللي قالوا فيه كلام، ولكن رغم ذلك كيتحلى بالصبر. كنشكرو من هذا المنبر، لأن ما عمرو دعا ولا مشى للقضاء ضد شي واحد ولا شي عضو ولا شي مواطن، هذه كيشد بها التاريخ. في الحقيقة والأداء ديالهم المجلس ديال الحمري لم يعمر طويلا، ولكن الاداء ديال المجلس ربما جلب مجموعه من المشاريع والماليه تحركت. هي في الحقيقه السي الحمري جاب واحد العداد ديال المشاريع، بدات الملامح ديالها كتظهر على الوجود بكل صراحه، باش ما نعطو حقه الناس اللي غايبين، نعطوهم حقهم بكل صراحه. جاب واحد العداد ديال المشاريع لهذا، وحتى الماليه ديال الجهد الجامعه حتى هي ولات الحمد لله، هم اللي مشى خلا واحد الفائض، خلا واحد الميزانيه مهمه ندخل عليها هذا الرئيس اللي كاين دابا، والحمد لله. في الحقيقه بعدا كان التسيير ديالو منضبط، رغم وكان تيستقبل داك الشيء اللي هو سماه السي الواقفي. ملي كيكون الانسان مسؤول راه خصو يقبل الانتقادات ديال الاعضاء وديال المواطنين وديال اللي انا راه هو في موقع مسؤوليه. وملي كيكون الانسان مسؤول راه لا بد ما يتعرض للانتقادات، وخاصو يكون راجل صبور، يكون تاج بسعه راس بسعه صدر، ما يكونش مثلا اي عضو ولا اي مواطن ولا اي جمعيه انتقدتني النمط ديال القضاء وندعيها ولا هذا لا يليق بالرؤساء وبالمسؤولين بكل صراحه. مع العلم انا كيبان لي السي واقفي هي في الحقيقه هو هذا العمل السياسي، راه في الحقيقة راه الإنسان حنا محاسبين به أمام الله وأمام العبد. مع الأسف بعض الإخوان هذا العمل السياسي كيعتبروه مصالح، وأنا ما كنشوفوش هكا، لأن هذا العمل السياسي راه يمكن تولي عضو، يمكن تولي رئيس، يمكن تولي برلماني، يمكن تكون رئيس مجلس برلمان، يمكن تكون وزير، وبالتالي كتكون مطالب بالحساب. إلا ما تحاسبتيش في الدنيا كاين الحساب ديال الله. كاين الحساب ديال سيدي ربي، هذه راه هو الحساب ديال سيدي ربي راه جاي، كاع من كاع الانسان كاع ما يغلط راسه، حتى لا منعتي من الدنيا. مع العلم الحمد لله كاين الدولة عندها الأجهزة ديالها باش كتحاسب،
الدوله عندها الاجهزه ديالها وكاين تبارك الله ولا سيما وتبين في هذه الجائحه كورونا، لان كاين واحد التلاحم كبير ما بين الملك والشعب ديالو، ما كاين واحد التلاحم كبير. والحمد لله الحمد لله الدوله راه عندها وعندنا ثقه كبيره في الاجهزه ديال الدوله، لان راه اي واحد اللي هو كيجي الغيره على بلاده وشاف شي تدبير مالي ماشي هو هذاك راه غادي يبقى فيه الحال وغادي ينتقدوا باي بطبيعه الحال. لا شك لانه المسؤوليه والمحاسبه مبدا دستوري. نعم سيد الرئيس، هذا السؤال يجرنا للحديث، هذا الجواب يجرنا للحديث عن اداء المجلس الجماعي بالنظر لما راكمتموه من تجربه. لو تحدثنا في عجاله عن اداء المجلس الجماعي الحالي لسيدي حياه صغير. واش المجلس الحالي السي الواقفي راه الحاله كيعرفها كل واحد بكل صراحه، حاله كارثيه بكل ما تحمل الكلمه من معنى بكل صراحه، ولا سيما داك الشيء اللي كنشوفه وداك الشيء اللي كتكتب الاعضاء المعارضه ومن هذا المنبر كنشكرهم لان كيقوموا بالدور ديالهم. لان اش حتى سيدنا الحسن الثاني الله يرحمه في احدى الخطاب ديالو راه قال لك خاص تكون اغلبيه منسجمه وتكون معارضه قويه، راه ما يمكنش مثلا نكون نبغي نكون انا رئيس ونبغي تكون عندي معارضه بحال هذه بناءه وتوجهني، اما باش نخدم انا بوحدي ولا نبغي نسكت كاع نكمم الافواه ما يمكنش، راه نكون انا ماشي في مستوى المسؤوليه، خاصني نقبل هاد الناس اللي كيرشدوني والا رانا ما غير صالح للمسؤوليه. والانسان راه ماشي عيب الا ما كنتش كنعرف وريتيني انت ولا جا واحد اخر، ماشي عيب. انا في كيجيني العيب هي ملي نكون ما كنعرفش وكنداعى بالعرف، هذه هي الصعيبه، هذه هي الصعيبه، وهذا هو المشكل اللي كنعانيو منه كاع تقريبا المسؤولين، واحد العدد المسؤولين المنتخبين. نعم السيد الرئيس، كنت حضرت لاحدى المناظرات التي كان دعا لها المغفور الحسن الثاني التعايش ما بين رجل السلطه وما بين المنتخب، حضرت لورشه هذه المناظره، لو تحدثونا وهل ترى بان بسيدي حي الزعير هناك تعايش ما بين هذين ما بين السلطه وما بين المنتخب؟ شكرا سي الواقفي لان نبهتيني واحد القضيه وكانت مشات ليا وجبتي لي هذا الموضوع اللي هو موضوع مهم وخاصني نطرق ليه. راه الحسن الثاني الله يرحمه راه قال لك خاص يكون التمازج والتعايش ما بين المنتخب ورجل السلطه، وبالتالي ملي كيولي المنتخب ملي كيكون رئيس مسؤول، ملي كنهضروا على المسؤول، ملي كيولي مسؤول كيدير المشاكل مع السلطات مع الاعضاء مع هذا، هنا راه ما غاديش يكون التدبير ما غادي حتى المدينه ما يمكنش تمشي قدام، هذه خاص يعرفها الجميع، راه حتى المدينه ما تمشيش قدام باش مثلا لا السلطه ندير معها المشاكل، ندير مع المشاكل مع الجمعيات المجتمع المدني مع الاعضاء المعارضه مع الاعضاء اللي كيساندوني مع المواطنين مع الموظف، راه الا درت معاهم مشاكل راه نعرف بان الجامعه راه ما تمشيش، وبالتالي راه محاسب امام الله. ومع العلم واحد القضيه سي الوقيفي، ملي كنكون مثلا مسؤول انت مسؤول ونجي عندك انا رجل فاسد وكتمشي معايا في الطرح ديالي، حذاري 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 من الحساب ديال سيدي ربي. مع العلم الظلم راه حرم الله على راسو، كنشوف بعض سامح الله بعض الناس، ملي نكون انا فاسد راه ما خصكش تشجعني على الفساد، ولا سيما ملي نكون انا امي وانت مثقف وراجل مسؤول ولاك الله امر الشأن العام، راه خصك ما تشجعنيش على الظلم. وبالتالي هنا كيكون هنا خاص المسؤول في الحقيقه يشد لاصا مزيان من الوسط وما يشجعش على الظلم. انا ما كنقولش بعض المسؤولين كان بعض المسؤولين سامحهم الله، ولكن الحمد لله الان في العمل ديالنا بكل صراحه ومن هذا المنبر كنوجه الشكر الكبير للسيد عامي العمل صخيرة تمالا على العمل ديالو جبار، لان بكل صراحه وبدون مزايدات لان السيد العامل كيخدم الله يكثر من قرانه في المغرب، الله يكثر من قرانه في المغرب، كيخدم في صمت في هدوء، الى عرفك صالح يخدم معاك، عرفك كتخربك كيبعد منك بكل صراحه، هذه شهاده للتاريخ ولله. ومن هذا المنبر مره اخرى كنوجه له الشكر والسلطه المحليه اللي كاينه دابا بكل صراحه، الله جزاهم الله خيرا.